إن السؤال الآن، إذا كنا نريد أن نؤسس دولة مبنية على فصل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أعتقد أن نحن نحتاج إلى قرار من المؤتمر الوطني بشأن تأمين الساحل الغربي. هذه بصراحة، أين هي الحكومة؟ أين هي رئاسة الأركان؟ أين هو الدفاع؟ حتى ننتظر أن المؤتمر هو اللي يأمر قوات بحماية يعني طريق ساحلي عام. يعني أعتقد أن القرارات اللي تجي السلطة من التشريعية هي قرارات مثلا الدولة تخوض حرب أو قرارات سيادية بالمعنى الحقيقي، لكن مهام السلطة التنفيذية واضحة ومحددة. إذا كانت القوات هذه والدروع والسرايا تحتاج إلى تفويض من المؤتمر الوطني، إذن هي لا تنصاع لا للأركان ولا للدفاع. أنا أرجو بس من السادة الأعضاء، أنت يبدأ عندنا انفلات أمني وعندنا مشاكل أمنية نطرحه في المشاكل هنا ونقول المؤتمر يجب أن نعي وندير ونصنع قرارات ونفعل، وأمتى يبدأ الأمن مستتب قاعدين باقي نقولوا إيش دخل المؤتمر في الحكومة؟ فما فهمناش إحنا تو بعد هاللي صار هذا كله، هل شعرين بأمن ولا عندنا مشكلة في بنغازي، استهداف لبنغازي، كثرة اغتيالات، كتل انفجارات؟ يجب نقولوا هيا نسرعوا أيضا نتخذ مثل الإجراءات، الجنوب يجب نعطوا له عناية أيضا خاصة كذا. ولكن أرجوكم يعني يجب أن نحدد شلو اللي معترضين عليه، معترضين أن الأمن كويس المرة هذه في 3 أيام العيد و4 أيام العيد بعد ما طلعت شائعات أن بتصير انقلابات وبتصير اغتيالات وفي اللي طالب بإسقاط الحكومة بإسقاط المؤتمر وأن الدولة خلاص انهارت، هل نبي حد يوقف من أعضاء المؤتمر يقول أنا منطقتي مش شاعرة بأمن نتيجة القرارات اللي دارها الرئيس المؤتمر أو دارتها غرفة الطوار أو دارتها الأركان أو دارها الدفاع؟ يجب أن يكون على ما أعتقد نقاشنا يتجه، وأنا أقترح أن نفتح البث مباشر مش حتى نسمع بعدين تعليقات الليبيين وشنو الشارع الليبي يستمع فينا. هل إحنا درنا قرارات في صالح الوطن ولا درنا قرارات باش نأجج الأمن وباش نقعد توا نرجع للوراء ونقعد نناقشه كأننا ما درنا شيء؟ 4 أيام قبل العيد طلب منا رسميا هنا أن تكون مناقشة الأوضاع الأمنية فقط، وأنا شخصيا تكلمت يا جماعة عندنا وزارة داخلية، عندنا دفاع، عندنا أركان، وضحت لكم بالحقيقة أنا اجتمعت برئيس الوزراء مدير المخابرات ووزير الدفاع قبل ما نعين وزير الدفاع الأخير باعتباره هو رئيس وزراء، وقلت لكم أعلنوا أن ما عندهمش سيارة شرطة باش تحمي سفرات ولا باش تحمي مرافق. إذن اتجهنا اتجاه، إذا كان تكلمنا على الطوار من عنده شك في الطوار يقولنا من هم الطوار الحقيقيين، إذا منعوا طوار حقيقيين من الالتحاق بالطوار الذين كلفوا فليبرزوا أنفسهم، المساحة مفتوحة. لم نقل طوار جادو أو طوار طبرق أو طوار بنغازي أو طوار زنتان أو طوار زوانا، قلنا طوار ليبيا. من هو أيدينا مشروع قانون إذا أردنا أن نتخذ خطوة حقيقية فعالة، مشروع أمن الوطن والمواطن. أنا أعتقد أن معظم، أنا قريت المشروع هذا كل نقاطه ممتازة جدا، يعني حتى لو في تحويل ممكن يصير فيه نقاش. ليش قانون زي هذا يا أستاذ نوري بالله عليك؟ ليش قانون زي هذا أتى على كل قضايا حتى حماية الأشجار في ليبيا مش البشر؟ بدل ما نفتح باب النقاش كل يوم ويضيع اليوم كله في النقاش، نقاش على الوضع الأمني تولينا أكثر من شهر ونفس البند يتكرر معانا. أني لنقطة نظام تاعي، ليش مشروع زي هذا قصدي ينحط أمام الأعضاء الآن وأعتقد أنه موجود ويتناقش بجدية ويعرض؟ يا أخي فيه حتى مواد فيها ردع يا أخي. الآن المجرم لما يقرأ وينزل في الإعلام موضوع زي هذا ويتار في الإعلام ويعلن مواد كلها تمس جميع حياة الناس. الآن تكلموا لقضية أمن مواطن أمن دولة وعندنا مشروع جاهز. يا دكتور يا أستاذ نوري خلوا خطوة عملية حقيقية بدل ما كل واحد يطلع في كلمة ويتكلم ويجيد اللي بعده يعاود نفس الكلام واللي بعده، واليوم مر لنا أكثر من شهر نفس المشكلة. اللي أطلب من حضرتك ومن السادة الكرام إن مشروع بين أيدينا الآن أعرضوه، إذا كان فيه تعديلات تعدل وإلا يقر الموضوع، لأن أتى قلت لك حتى على الأشجار وعلى الجرائم الأدوية والمشاكل وهذا كله أمن. فأرجوكم يا إخوان إذا كان فيه فرصة لهالقانون هذا أن يرى النور أن يشتغلوا عليه المشروع زي هذا، وأنا لا أدري حتى من قدم الحقيقة، لكن أعجبني الكلام اللي فيه لأنه فعلا يمس قضية الأمن والأمن الوطن المواطن. وشكرا. كل هذه المواد موجودة في قوانين، وبل هناك قوانين أشد منها، كل ما تحتاجه لتفعيل محاربة الأوبئة، محاربة الدعارة، محاربة اسمها تقسيم الأراضي الزراعية وبيعها، كلها موجودة في قوانين. كل ما نحتاج إلى أدوات لتفعيل هذه القوانين ولا نحتاج تشريعات. أصدرنا قانون الإخفاء القسري تعرفوه ب3 شهور، الإخفاء القسري موجود الآن والخطف قاعد مستمر اليوم. إذا القضية ليست قضية
قوانين وتشريعات. مع احترامي لمن قدم هذا القانون، نحن نحتاج إلى أدوات على الأرض قادرة وفاعلة وتستطيع أن تضرب بيد بالحديد وتبطش بهؤلاء المجرمين، ونحتاج إلى قيادة فاعلة تصدر أوامر وتحمل المسؤولية. هذا ما نحتاجه ليبيا فعلا، وشكرا. ليبيا مضخمة بالقوانين فيما يخص مجال الأمني ومجال تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة وكل شيء من هذا القبيل. ولكن الحقيقة يا أخواننا، صحيح أن صدرت صلاحيات، أنا علمت لم أكن حاضر، ولكن رئاسة المؤتمر بأعطاء فرصة للتوار أو تخويل الغرفة الخاصة بالتوار أو التوار بحماية مدينة طرابلس. والحقيقة الآن نحن نريد تفعيل للجيش وللشرطة، نريد بما أن الآن اكتمل رئاسة الأركان وكذلك وزير الدفاع، نريد خطوات عملية من الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البدء في 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 تأسيس الجيش والشرطة على الأقل كبداية. يعني الحقيقة التوار بارك الله فيهم، ولكن هذا لا يغني عن تنظيم الدولة بأن هناك لازم يكون هناك جيش وهناك شرطة. وبصراحة هناك ريبة وشك من الناس بأن كيف يجي توار من جهة معينة أو من جهة مدينة. احترامنا لكل التوار الحقيقيين الذين على الطهور وعلى البوابات وعلى كل شيء، ولكن المواطن التبس عليه الأمر ولا يعلم الحقيقة أيهم التوار الحقيقيين من التوار اللي هم أشباه التوار. فبالتالي يا أخواننا أرجو يعني عمليه خلط الأوراق وعمليه أن إحنا في قرار عندنا، قرار رقم 27، وألزمتوا أنتم تطالبون بإخراج كل التشكيلات المسلحة من مدينة طرابلس. والآن نجد الدروع دخلت لمدينة طرابلس بتفويض من المؤتمر الوطني العام وبترخيص من المؤتمر الوطني العام. يعني هو فعلا أنا لا أشكك في وطنية كل الأخوة الأعضاء ورئاسة المؤتمر من أجل حفظ الأمن، ولكن هذه لابد أن تكون بصفة مؤقتة وتنسحب، ولابد من أن الجيش والشرطة هم يحلوا البديل. يعني الدروع مكلفتش لما المؤتمر والرئيس مؤتمر، الدروع تابعة لرئاسة الأركان، ولم تلغى الدروع. القرار 47 يقول المجموعات المسلحة الغير شرعية هي اللي ما تكونش موجودة، والمسلحة الشرعية اللي بصفة الدروع قلنا تدمج في المؤسسات العسكرية ل 31/12/2013. ويجب يكون كلامنا واضح، غرفة الطوار كلفت برسالة مني يوم 27/7 وموجودة من عندكم صور، واللي ما عنده الصورة تبي نقراها عليك نقراها. ما يجيش من جهتين والله بارك الله فيهم والطوار ممتازين، ولكن يزيلهم وين الجيش؟ قلنا الجيش موجود والداخلية موجودة والطوار موجودين، والطوار هم الجيش والجيش هم الطوار. أنا نعتقد أن الطوار جمعتهم دائما وحدة ليبيا قبل ما يجتمعوا لا بمناطق لا باسم. اجتمعوا في أيام الحرب في بنغازي، واجتمعوا في جبل نفوسة، واجتمعوا في الجنوب، اجتمعوا باسم ليبيا ولا زالوا مجتمعين. إذا فيه مرات خلافات أو توجهات في هذه صايرة حتى بيننا احنا أعضاء المؤتمر، لا أحد يزايد على أحد، يجب احنا الخلافات نقربها، يجب إذا كان لا سمح الله في تأويلات نبعدها ونقرب المناطق لبعضها البعض. ما نقعدوش قاعد وقتنا يضيع والأمن، ليش ما نتكلموش على من استهدف طورة 17 فبراير؟ ليش ما نتكلموش على من أراد إسقاط المؤتمر الوطني في محطات إعلانية وفي تحريض على الجمهور؟ ليش ما نخشوش في هالحساب هذا مباشرة؟ ليش ما نخشوش في اللي يقول المؤتمر الوطني أصبح جزء من الماضي والحكومة أصبحت جزء من الماضي؟ ليش ما نحسبوش اللي يجتمع بقبائل في مناطق مختلفة ويقول نعطي فرصة للمؤتمر الوطني في أسبوعين ثلاثة أسابيع لإما للتغيير ويا إما نديروا حكومة برئاسة الرئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ ليش ما نخشوش في تفعيل وندافع على هذه الأمانة التي سلمت لنا بعناقنا بانتخاب وديمقراطية صحيحة من أعضاء الشعب؟ يجب أن ندخل في مثل هذه الحسابات أو نسقط أنفسنا بأنفسنا. يجب ندير اجتماع طارئ ونقول احنا فعلا مش في مستوى المسؤولية ونرد هذه الأمانة لأهلها. أما احنا متحملين الأمانة وقاعدوا ناخذوا في مزايا ومسميات أعضاء المؤتمر ونجتمع ونؤكد شرعيتنا ونعتمد في جداول الأعمال، وبعدين تصير أشياء تبي تسقط الدولة ما حدش يتكلم عليها، وأم تنديروا أشياء شرعية نتكلم عليها من داخل قاعة المؤتمر. اللي بيتكلم يتكلم، تفضلوا تشريعات من حقنا نشرعه، من حقنا نسقط الحكومة اليوم توا نقولوا اليوم الحكومة تحجب عنها الثقة كلها ونشكل حكومة طارئة أو نعدل في قوانينها وفيه في من يرى أنه تشكل حتى من أعضاء المؤتمر أو نبعد رئيس الوزراء أو نثبت رئيس الوزراء ونقصي وزراء آخرين. يجب أن نكون فاعلين وسريعين في مثل هذه المواضيع. وأشكركم. للأسف الشديد الذراع التنفيذي للمؤتمر المتمثل في الحكومة
ذراع مشلولة تماما بل هي ميتة. وأعتقد أنه آن الأوان نعيد النظر في موضوع الحكومة. وأنا هنا أطلب رسميا من رئاسة المؤتمر أن تحدد جلسة يوم الأحد القادم للنظر بشكل جدي في الحكومة وإعادة النظر في الحكومة. لو تطلب الأمر استجواب للحكومة حسب ما موجود في اللائحة نقيم بعد هذا الاستجواب بعد الواقع الأمني والفوضى الأمنية المزرية والحالة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية التي وصلت إلى درجة الطعن في شرعية المؤتمر والنداءات التي خرجت علينا من هنا وهناك، فلا بد من إعادة النظر في الحكومة جملة وتفصيلا. سأتعرض إلى المشكلة الأمنية بصورة غير الصورة اللي تعرض على الآن. حوالي قريب أكثر من شهر ونحن نناقش في المسألة الأمنية، في الواقع نناقش في أعراض المشكلة، لكن هل وصلنا لتشخيص الواقع الأمني الموجود الآن على الساحة تشخيص جيد حتى نصل للعلاج بطريقة جيدة؟ هذا ما أراه إن لم نصل إليه لحد الآن. نحن الآن نناقش في أعراض لهالمشكلة الأمنية، وما دام نعالج في الأعراض والسبب الرئيسي ما عالجناه شيء مش حنصل إلى نهاية لهالمعضلة هذه. هناك يا إخوة بعض مسببات لهذه المشكلة الأمنية التي فعلا لو اهتمينا بها المسببات هذه لعلنا نصل إلى حل إن شاء الله. من هذه المسببات أعوان النظام السابق أو ما يسمى بالأزلام، وهذا نعرف أن في منهم من الداخل وفي منهم من الخارج. لو نهتم بها النقطة هذه أيضا حنجفف منابع هذه المصدر الشر اللي كان من الداخل أو من الخارج. أيضا من مسببات الخلل الأمني داخل البلاد المجرمون وأصحاب الجنايات. سمعنا حوالي 20,000 مجرم باهي الآن أحرار وطلقاء في البلاد يعيثون في الأرض فساد. السبب الثالث أيضا في الخلل الأمني أصحاب الأفكار المتطرفة، واللي هذه يعني متركزين أكثرهم في المنطقة الشرقية، والحل معهم يا جماعة عدم الحوار الحوار الحوار. السبب الرابع في الخلل الأمني الإعلام، وما أدراك ما الأعلام؟ جميع أنواع الأعلام الآن مصب على المؤتمر الوطني العام وعلى الحكومة ويؤجج في الشارع، ولا ساكن يتحرك من أعضاء المؤتمر ولا حتى من الرئاسة بخصوص مسألة الأعلام، وطرحت عدة مرات هذه المسألة هدية ولا حياة لمن تنادي. في الجانب الإعلامي هناك جانب غافلين عليه الكل، وهو مع يعني منابرنا وما تعيش من انفصام عن الواقع. أنا أحمل لجنة الأوقاف بداخل المؤتمر الوطني العام ووزارة الأوقاف أيضا بتجديد الخطاب الديني داخل المنابر يتماشى مع الواقع. كلنا نرى الآن هناك تعطيل لمؤسسات الدولة، هناك زرع للفوضى وزرع للفتن والإشاعات بين الكتل والأحزاب السياسية، هناك استهداف للشخصيات الوطنية، هناك دعم منظم لانتشار الجريمة، مستغلين بذلك ضعف أداء المؤتمر والحكومة. الأمر الذي يتطلب قيامنا بدور كرجال دولة وليس كمحللين أو إعلاميين، فنحن حقيقة مؤتمنين على هذا الوطن لإيجاد الحلول وتوفير الأمن والخدمات. وطبيعة المؤتمر أيها السادة التأسيسية لا تخلو من جدل ونقاش وحوار واختلاف، على أن يظل ذلك ضمن الثوابت الوطنية وداخل أروقة المؤتمر. فالشفافية أن نبحث عن الحلول الموضوعية، لا أن نتهاون ونتنصل من مسؤولياتنا أمام الإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة ونلقي التهم على بعضنا البعض، وهذه مغالطة كبيرة أيها السادة، مما زاد الأمر تعقيدا، وأصبحنا نحن من اختارنا الشعب بقصد أو بدون قصد نمهد الطريق لمن يريد العبث بليبيا. لا توجد علة في هذا الوطن ما عدا علة الأزلام يا أخواننا. الأزلام مطلوقين يأخذوا في المرتبات، هم من يعالج في الخارج، هم من مسيطر على مفاصل الدولة. أقسم لكم بالله أن فيه مناطق إذا لم تكن زلم لا يمكن وصول ملفك للعلاج بالخارج.
وهذا احنا شاهدين عليه وعارفينه. انا عيدت في منطقة الجنوب وعارف كل ما يحدث الان. الشيء الثاني الاعلام وتهديداته. فيه اذاعات الحقيقة تبدلت لهجتها الا من 6 أيام أو 7 أيام بعد ان رأت الحق قد سطع من قبل الثوار، وان الثوار هم حريصين على عدم الرجوع للخلف مهما كلفهم الثمن. هذه الاذاعات الحقيقة تبدل خطابها إلا بعد أن رأت الحقيقة، أما قبلها فكانت إذاعات تغني من أجل الانقضاض على الشرعية والانقضاض على الدولة. أزلام أقحاح في نظام القذافي موجودين الآن في سفارات لا نتكلم عنهم، ورجل يشهد له التاريخ والله والوطن أنه كافح، يعني يوميا نتكلم عليه وصروا عليه، هذا أمر غريب صدق. نرجع لصلب الموضوع الأمني، هذا وجهة نظري أفضل، لأن هذوما إقالة أو تصويت ما مش هيحل المشكلة. لو صوتنا اليوم حتى نص المؤتمر طلعناه، ولا نص النص الليبيين وقفناه، المشكلة أكبر من هيك، لازم نحلوها من جذورها ونحكوا عنها إن شاء الله حتى 10 شهور هنا، لأن اليوم لينا سنة رجعنا للمربع الأول، هذا يجب أن نقيم أرواحنا. إحنا اليوم لينا سنة المؤتمر ورجعنا للمربع الأول، بل بالعكس بشهادة جميع اليوم الوضع الأمني أسوأ مما استلمنا فيه المؤتمر. هذا يعني أمر خطير، يعني طرابلس تؤمن من من؟ يعني يسألوا، أنا في ناس من طرابلس قالوا لي هالقوة اللي جايتنا يأمنوا فينا من من؟ يعني معناها العملية ما هيش العملية واضحة بصراحة. يعني أنا أعتقد هو صح ممكن هدوء نسبي زي ما نحن نقوله، ولكن الأمر بالعكس ما هوش أمن لما تجيك كل سيارة من مدينة معينة ويتبعها شباب معينين وسيطرة معينة وما يتبعوش لجيش لشرطة. بصراحة أمر هذا رهيب، أمر أنا نعتبره مفزع، وأتمنى أنه ما يصيرش. في جيش في شرطة، وأنا كنت نطالب يعني من فترة سابقة أن أي حد في الجيش والشرطة قاعد راقد في حوشة وياخذ في مرتب، معلش هو مش قطع أرزاق، ولكن هذه مسؤولية يجب أن يتحملها، أنه هو ما يلتزمش خلال أسبوع أنه يقطع مرتب متاعه، باش يقدر هو يعرف روحه أنه هو مواطن ويشتغل في دولته، أو أنه هو راقد. كان بيقعد يرقد يعادي يدور من يأمنه، ولكن يأخذ في فلوس. يعني ابتزازة، أصبحت الأموال الليبية صرفت توا يعني بطريقة غير منطقية، يعني حتى العالم يضحك أعتقد علينا، فلوس انصرفت وما عندناش أمان. فهذه أعتقد أني أنا أتمنى نحن من المؤتمر أن نحن ندعم الجيش وندعم الشرطة بكل إمكانيات. الخلل الوحيد لأنهم هم ما عندهمش إمكانيات، في قوة بشرية موجودة عندهم مستعدين ينضموا، ولكن ما عندهمش من يحميهم. هل أنتم على استعداد وقادرين تتخذوا قرار شجاع اليوم وتقولوا هؤلاء الناس نقطع عليهم مرتبات على عائلاتهم؟ هذه الأموال منصرفت الحقيقة. هناك 44 ألف قلت من يوم التحرير بطرابلس انضموا إلى الجيش الليبي فرادة وبأرقام عسكرية، هذه يمكن مرة الأرف العودة هني. منهم 24 ألف في المنطقة الشرقية، منهم 10 ألاف في منطقة مغازي فقط. أنا لم بجماعة نتكلموا على الجيش في الشرطة وعينا منها الكلمة دي وملينا منها، حركونا هؤلاء الناس وينهم؟ أما كلام في الوساعة وفي الجلسات بالطريقة هذه، جيش وشرطة جيش وشرطة، ما فيش جيش وشرطة يشتغل. في آلاف مؤلفة باقي في بيوتها لم يستطع أحد أن يحركها وليتخذ قرار يفصلها، ولم الشخص الشجاع اللي يطلع اليوم قدام الشعب الليبي ويقول قررنا فصله مع هؤلاء الناس. ما فيش حد يدير القرار هذا، نقولك صراحة ما فيش حد يدير، لأن ليه عواقب سياسية. هل البلاد تحملها؟ هل تحمل الآن أنت اللي تفصل 28,000 عائلة وتحرمها من المرتبات حتى لو كانوا مجنون مع معمر القذافي؟ وما كانوا مجنون مع معمر القذافي فعلا. خلونا يا جماعة واقعيين، مش نزايد على بعضنا. يجيني واحد ويتكلم في المؤتمر يقول نبو جيش وشرطة، وبعدين الشام يطلع بنغازي بيشتكي من يحميهم، منو بيحمي من؟ قال ايه بندير جيش وشرطة عشان نحميه ولا هو بيحميني؟ بشيء مضحك حقيقة. نقول والله الدروع ما نبوهاش، نتفرجوا علينا بعضنا ونقعدوا نبكوا على حاطين ايدنا على خد على خد، منو البديل امالها؟ نسيب البلاد فارغة هيك للأعوان وللأزلام والمجرمين. الوقت بالله، الوقت يسلبوا ويخطفوا وينتهكوا. ثاني أتقدم بشكري الكبير للثوار الذين فعلا تحملوا هذه المسؤولية في هذه اللحظة، لأن هؤلاء الذين طالما وصفوا بأنهم ميليشيات يعني ربما ينطبق عليهم شيء كنت دائما أكرره، قول عنتر بن شداد: ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وفي الحرب يا ابن الأكرمين الأطايب. في السلم هؤلاء ميليشيات وهؤلاء مجرمين،
المسلمين وعلى صفتهم ونعتهم، وفي الحرب هم الذين يلجأ إليهم، فبارك الله فيهم لأنهم وطنيين يعرفوا يتحملوا المسؤولية بعيدا عن أي مزايدات وعايشين. الجانب الأمني محتاجون إلى حلول واقعية، ولنبدأ من القرار الذي اتخذه المؤتمر بتعيين رئيس للأركان وبتسمية وزير للدفاع، أن يستدعى رئيس الأركان ووزير الدفاع وأن يطلب منهم وضع خارطة زمنية لبناء الجيش والشرطة. يعني نحن جميعا متفقون، كل الذين يتحدثون، لا يمكن أن يكون هناك أمن في البلاد دون أن يكون هناك جيش محترف، ودون أن تكون هناك شرطة، ودون أن تكون هناك أجهزة أمنية. لكن حتى هذه اللحظة لا توجد خطة عملية. لا مانع أن نتفق جميعا وأن نستعين بكل الخبرات حتى الدولية، ولا مانع أيضا حتى أن نستحدث ميزانية إضافية جديدة، لكن على أن يكون هناك خط واضح زمني مجدول لإنشاء الجيش والشرطة، ويكون المؤتمر كسلطة تشريعية والوزارة كجهة تنفيذية، وخاصة الدفاع والأركان وأيضا اللجان ذات الاختصاص، بأن يكون هناك جدول زمني وعملي حتى يرى المواطن بشكل شهري عن دفعات جديدة مؤهلة داخل ضمنها طبعا دون شك إدراج وإدماج الثوار الحقيقيين في هذه المؤسسة. لدينا قوة الثورة، قوة الثوار، هذه القوة ستبقى هي صمام الأمان، رضي من رضي وكره من كره، لأننا عندما نستشعر الخطر على ليبيا لن نجد قوة أخرى يمكن أن تحمينا عدا هذه القوة التي طهرت البلاد من شر القذافي وزبانية القذافي. البلاد ملأى لا بالأزلام بل بالمتآمرين الذين يهمهم أن تبقى البلاد في هذه الدوامة. ولذلك رئيس المؤتمر الوطني عندما أصدر أوامره وطلب من قوة الثورة أن تتدخل لحماية البلاد، كان قراره صائبا، حمى أرواح الليبيين. من يحمي أرواح الليبيين في هذه الفترة؟ تترك البلاد هكذا نهبا لكل مرتزق؟ إن أردتم ذلك فذلك أمر لن يرضى به الليبيون، لن يرضى به الليبيون. ولذلك أنا من هذا المنبر، تأسيس الجيش وتأسيس الشرطة لابد أن يكون بنسبة كبيرة من الثوار الذين يتحملون المسؤولية والذين هم تحت شرعية الثورة، تحت شرعية المؤتمر الوطني. وجدت ارتياح كبير جدا للقرار اللي اتخذه سيادة الرئيس في تأمين مدينة طرابلس، وتلقيت الكثير من المكالمات والمراسلات، ويوجد لدينا درع في المدينة، وللأسف أنه تم اغتيال قائد هذا الدرع ممكن قبل العيد بأيام. فرجاء يعني تفعيل الدرع الموجود في مدينة درنة، واعتبار ما يجري في بنغازي أو في أي مدينة أخرى يجري كذلك وينسحب على مدينة درنة. موضوع الجيش يا أخواننا، أنا نقول إذا كانت هناك رغبة حقيقية في هذا المؤتمر لتكوين جيش، يمكن تكوين جيش ويمكن تكوين شرطة، لكن بشرط أن تكون هناك رغبة حقيقية. إذا كان الآن لابد من مجموعات الثوار لحماية المدن فليكن، ولكن يجب أن تصاحب هذه الحماية خارطة طريق واضحة. الوقت يا محمد. أنا حاضر، يعني أعطيني دقيقة واحدة لو سمحت. الليبيين يريدون أن يطمئنوا على مستقبلهم، أرسموا لهم خارطة طريق واضحة لجيش وشرطة، وسيعطوكم الوقت وسيعطوكم الفرصة في اتخاذ ما ترونه مناسبا. موضوع الإعلام، سيد رئيس المؤتمر، أنا سبق وأن نصحت السيد الدكتور المقريف، ولو أني أقل من أن أكون في مقام الناصح، وأنا سأصدي لك هذه النصيحة. الصدامية لا تجدي نفعا، أتمنى عليك أن تستدعي أصحاب القنوات ورؤساء القنوات، وأن تجلس معهم أنت ومجموعة من أعضاء المؤتمر، وأن تبصروهم بخطورة المرحلة. هذا سيكون أفيد كثيرا، وأنا متأكد أن هذا الأمر سيؤتي بنتائج طيبة. شكرا. أنا جلست أو التقيت ببعض قادة الشرطة ورجالات الشرطة القدامى من ليبيا في أيام سابقة، وقد أكدوا لي أنهم على استعداد في ظرف لا يزيد عن يومين أو ثلاثة أيام بالكثير أن ينزلوا أكثر من 3000 شرطي
مهني حرفي أنقياء ليست لهم أي شبهة في السابق في شوارع طرابلس، ولكن بطبيعة الحال والإشكالية هنا تكمن أن الشرطة عادة ما يكون لديهم مسدس بالكثير أو عصا، وهناك ربما آخرين يتصد لهم بأسلحة ثقيلة، وهناك يعني يتطلب الأمر دعم أو إيجاد وسيلة لإيجاد قوة متوسطة لحمايتهم. فقط أريد أن أؤكد أنني أنقل أمانة من قادة في الشرطة المهنيين، بعضهم له 30 سنة أو أكثر في الشرطة، هم قلبهم على ليبيا. بداية أود أن أتوجه بالتهنئة، خالص التهنئة والتقدير والشكر والعرفان للسيد رئيس المؤتمر الوطني على هذا القرار الشجاع الذي اتخذه، ولا أقول لتأمين العاصمة بل لتأمين ثورة 17 فبراير وحمايتها، لأن القرار الذي اتخذ سيسجله التاريخ بحروف من ذهب، بأن في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ ليبيا تعرضت ثورة 17 فبراير للخطر، وكان هناك رجل اسمه نوري بسهمين اتخذ قرار شجاع، استطاع من خلال هذا القرار أن يحمي هذه الثورة. من يريد أن يحاول أن يهون من المخاطر في الفترة الماضية فأستغرب ذلك. تقرير المخابرات العامة، تقرير لجنة الأمن القومي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كانت تقارير مرعبة جدا، تتحدث عن مخططات وعن معلومات وعن مؤامرات تدار في مصر، وعن دعم من حكومة الانقلاب في مصر لهذه المؤامرات، وعن تورط بعض الأعضاء وبعض الكيانات في هذه المؤامرات، وكان كلام خطير جدا. موجة الاغتيالات السياسية التي داهمت بنغازي والتفجيرات، موجة الهجوم على المؤسسات والأحزاب في طرابلس، الفوضى التي حلت في الأيام الأخيرة من رمضان كانت مرعبة وتهدد. يا أستاذ عمر، نعم هذه النقطة الأخيرة، اسمح لي يا أخي، الأخوة يتكلموا بالربع ساعة من بدء، لذلك أقول لك في موضوع الإعلام بحكم تخصصي واللجنة المشرف فيها، القنوات الفضائية الآن رؤساءها وملاكها على قوائم الإنتربول، فماذا تنتظرون من هؤلاء أن يوجهوا لكم؟ هل تنتظرون منهم أن يدعموا لكم شرعية المؤتمر؟ هل ستنتظرون أن منهم أن يدعموا إصدار دستور؟ هل ستنتظرون بناء دولة ممن هو على قوائم الإنتربول؟ القوائم الآن ممولة من دول مشبوهة، موجودة في دول مشبوهة، هناك الآن قنوات فضائية تبث من دول وتصرف عليها هذه الدول، تبث للداخل الليبي. أرجوكم اتخذوا بصددها قرارات جريئة وسريعة، هناك صفحات فيسبوك معروفة الآن ومعروف من يقف وراءها، وتقرير المخابرات موجودة وتدل عليها، هؤلاء الأشخاص لبث هذه الفتن. لذلك أدعو إلى تشكيل إدارة لمكافحة الجريمة الإلكترونية داخل وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية تعمل بشكل سريع. أدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام يعين من قبل المؤتمر للنظر في وضع هذه ووضع التشريعات اللازمة لضبط هذا المشهد، لأن السبب الرئيسي في إرباك المشهد السياسي والأمني أقولها وسأظل أقولها هو الإعلام. شكراً أستاذ عمر. فيما يتعلق إذا كان هناك قرارات صادرة أو صائبة من رئيس المؤتمر، فأنا لا أنسب الفضل إلى نفسي، إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من إعانتكم جميعا ومن إرادة طوارنا وجنودنا وضباطنا على مختلف الساحات في مختلف مدننا في ليبيا، ولله المنة أولا وآخرا.